بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة اكسسوارات مدام هويدا، بحييكم. النهاردة ان شاء الله بنعمل وصفة جديدة للشعر، وصفة كرياتين جميل طبيعي وقوي جدا، هيغذي الشعر ويطوله ويلمعه ويكثفه، وتعالوا وكمان يرطبه. بس ان شاء الله قبل ما اعملها بتمنى اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلهم مني كل جديد. اول حاجه انا جايبه معايا كوستين، الكوسه دي عندي بقالها كام يوم في التلاجة، فانا قلت استفيد بيها واعمل اصور النهارده الفيديو معاكم. فدي اول حاجه هعملها، هبدا اقطعهم بالشكل ده كده. ممكن حسب طول الشعر بتاعي او حسب الكمية اللي انا عايزاها، لو عايزة اكتر ممكن اطول، ممكن اقطعها كده، ممكن اقطعها كده بسهولة وكذا باي شكل يعجبني، يعني مش لازم شكل معين، واهم حاجة ان انا اقطعها صغير. اعمل التانية زيها، قطعتهم بالشكل ده، هحطهم في كزرونة كده، اقطعهم صغير علشان يستووا بسرعة، يعني انا هحطهم على النار عشان ما ياخدوش وقت كتير. وبعد ما قطعتهم بالشكل ده كده، اجيب كم فص توم من عندي زي ده كده. احنا عارفين ان التوم ليه فوائد كتيرة جدا على الشعر، وكمان فيه مضادات اكسدة، فممكن احطهم زي ما هم سلام كده، ممكن اقطعهم عشان برضو ايه يستووا بسرعة، يتسلقوا مع الكوسة. فهيبقى انا كده عايزة استفيد بزيت التوم اللي يطلع في مية السلق بتاعت الكوسة، وكمان عايزة استفيد بالتوم نفسه لان زي ما قلت لكم مفيد جدا للشعر، بيطوله وبيلمعه وبيكثفه وكمان بيغذي. بعد ما عملت مقطعة الكوسة بالطريقة دي كده، هضيف عليهم مية بحيث ان انا تغطيها، يعني ما اضيفش كتير كده، بيكفي كده لان هي غطيتها. وهروح بقى احطهم على البوتاجاز لمدة 5 دقايق وهجي لكم واوريها لكم. انا خليتها تغلي لمدة 10 دقايق، فلما غلت كنت طبعا مغطياها علشان زيت الثوم ما يتطيرش، وهوريها لكم كده. هي كده اهي، انا هسيبها شوية تبرد، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما بردت كده اضيفها هنا في الشفشق ده، بقت بالشكل ده كده. بعد كده هخفقها بالخلاط، بقى ده شكلها، شوفوا جمالها. هعمل ايه بقى؟ هضيف لها دلوقتي ايه بقى؟ بيضة، والمرة دي هضيف البيضة بحالها، يعني مش هفصل الصفار عن البياض علشان دي فيها بنسبة بروتين عالية وكالسيوم ومعدنية كاملة، وفيها كمان مضادات اكسدة وبروتين وكالسيوم. بعد كده اخفقها كده عشان اضمن ان هي تجانست معاهم كلهم كده، اصبح ايه البيضه كده ايه تجانست معاه واصبح مخلوط. هنشوف ايه اللي هنضيفه تاني. هبدا اضيف مجموعه زيوت عندي علشان اتخلص من ريحه الثوم، مع اني ريحه الثوم ضعيفه انا مش شماه لان احنا غلينا الكوسه مع الثوم. فهضيف معلقه زيت زيتون، انا كده عايزه المع شعري، عايزاه يبقى لامع وعايزاه يبقى طويل ويبقى كثيف وكمان ايه يبقى حيوي وجميل وحلو وطويل وزي الفل. من كل زيت عندي هضيف معلقة واحدة بس، دي معلقة صغيرة. كمان هضيف زيت القرنفل، زيت القرنفل حلو قوي للشعر، مفيد ومرطب حلو قوي وبيساعده على تطويله. معلقة كمان هضيف معلقة من زيت السمسم، عارفين ان السمسم حلو قوي وزيته حلو قوي، فيه كمان هرمون الاستروجين بيعلي، لما هرمون الاستروجين بيكون عالي فالشعر بيكون لامع وطويل وجميل وحلو قوي، لان ده دليل على الانوثه. اضيف كمان معلقه من زيت الخروع، لان الخروع زيت الخروع جميل، بيطول الشعر وبيلمعه وبيساعد على جماله وتقويته وتغذيته.
اضيف كمان معلقة من زيت اللوز الحلو، هي الوصفة دي مش بس كرياتين، لا دي كمان بروتين، يعني كرياتين مع بروتين، فانا كده بفيد الشعر اكتر وبغذيه اكتر وبحافظ على نموه، وعلى باخد كل الفوائد، عايزه الفوائد بتاعته كلها من كل الزيوت دي. ده زيت جوز الهند. الوصفه دي انا بعملها على شعري مره في الاسبوع لو شعري جاف علشان غسيله، ولو شعري كان دهني ممكن اعمل مرتين. ولما الوصفة دي اللي بيفيض منها بشيله واشيله عندي في التلاجة اعمل بيه مرة تانية، لو عندي ولادي، لو عندي اخواتي، لو عندي قرايبي ممكن يعملوا معايا. يعني الوصفة دي حلوة قوي للاطفال، زي ما قلت لكم دي وصفة مناسبة للكبار وللاطفال. بعد ما ضفت مجموعة الزيوت هبدأ اخفقهم كده بالخلاط بتاعي علشان اضمن انهم تجانسوا مع بعض كلهم. بعد كده كل المخلوط ده احطه تاني هنا في الكزرونه بتاعتي عشان هرجعه تاني للبوتاجاز، وهنشوف دلوقتي ليه. طبعا انا عايز شوفوا جماله، شوفوا حلو قد ايه. انا عايزه افرد شعري مش بس اغذيه واطوله واكثفه واخليه حلو، لا ده انا كمان عايزه افرده. فعلشان اضمن ان يحصل فرد هعمل ايه بقى، انا عايزه كمان يبقى مفرود، فهضيف له معلقه نشا كبيره كده، معلقة واحدة بس، وابدأ اقلبها بالشكل ده كده. طبعا هي كده هتتكتل، فحاول ان انا ما يبقاش فيه كتل، فعشان كده انا هروح على البوتاجاز واحطها لمدة دقيقتين لحد ما كل النشا كده يتفكك ويدوب فيها كلها، وارجع لكم تاني. حطيتها على النار وبقت بالشكل ده، وانا حطاها كنت طبعا بقلب كده خليها تبرد شوية، بعد كده افضيها في البولة، افضيها كده بالشكل ده كده. كده الكمية عندي كتيرة، دي هتكفيني اكتر من مرة زي ما قلت لكم، فكده هيفيض منه، فانا احسن حاجه ان انا اشيلها في علبه بغطا بالشكل ده كده واشيلها في التلاجه واستخدم منها كل مره. فبتكفيني كتير قوي، فهي زي ما قلت لكم مفيده، كرياتين مع بروتين، مفيده قوي لكل انواع الشعر، وريحتها حلوه قوي وزي الفل. عايزه اقول لكم هنحطها ازاي بقى على شعرنا، لازم الشعر يبقى مغسول ويبقى نظيف وكمان جاف، يعني احنا غسلناه من الشامبو ومن الكريمات ومن اي كريمات او اي زيوت محطوطه عليه، وبعد كده جففناه ونشفناه، وهنيجي دلوقتي ندهن خصله خصله من الشعر، من الاول منبت الشعر لحد الاخر بطول الشعراي، وبعد كده ادلك الفروه زي ما هنشوف في الصور. واستخدم مشط خشب بالشكل ده، مشط ده صحي اكتر من المشط البلاستيك، مشط الخشب ده افضل من المشط البلاستيك. ليه بقى؟ لان هنا المشط دوتي ما بي يعني بيساعد بيحافظ على الشعره ما يخليهاش تتقصف، ولكن المشط البلاستيك ده بيشد الشعره وبيخليه يتقصف وبيخليه كمان يسقط. بكده الفيديو بتاعنا انتهى النهارده. بنخليه على الشعر لمدة ساعة او ساعتين حسب ما اقدر استحمله على شعري، ممكن احط الكيس البلاستيك او احط البوني الحراري، ممكن يعني اخليه على بتاعت البلاستيك، يعني بعد ما فردت شعري كله خصلة خصلة من اول منبت الشعر لحد طول الشعرة للاخر، ودلكت الفروة بتاعتي وسرحته زي ما هنشوف في الصور، بعد كده اخليه لمدة قلت لكم ساعتين، ممكن ارفعه على في وسط راسي واعمله كحكة واحط عليه البونيل بلاستيك او كيس بلاستيك واخليه فترة، بعد كده اغسله بالشامبو وصففه عادي. وبقى كده ان انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، بتمنى انه يعجبكم وتشيروه مع اصحابكم وحبايبكم، تنسوش اللايك والشير، وحبايب اللي ما اشتركوش اتمنى انهم يشتركوا معايا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلامة.